السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أتيت لكم بدرس جديد يتمحور حول كيفية طلب البطاقة الذهبية. ما عليك أخي المشاهد إلا أن تذهب إلى لابار دو ريشيرش، محرك البحث جوجل، وتكتب البطاقة الذهبية بهذه الطريقة. تظهر لك نتيجة تحت البحث، تدخل على أول نتيجة البطاقة الذهبية. تظهر لك هذه الواجهة، بطاقة ذهبية، أطلب بطاقتك. تجد هذه الشروط، كل خانة تحتوي على نجمة حمراء هي خانة إجبارية لا بد من ملئها. تغير اللغة، أنا أشرح بالهاتف فقط. إذا كنت تطلبها بالحاسوب فتجد إطار خاص باللغة. أنا في الهاتف تظهر لي في الأسفل لكي أغير لغة. أضغط على الفرنسية. إذا كنت تريدها عربية، هاي تغيرت إلى الفرنسية. الآن هي بالفرنسية. تستطيع أن تغيرها إلى العربية، تضغط على العلم هنا وتتحول إلى العربية. وأنصحكم أن تطلبوها باللغة الفرنسية، لأن الحقول تتعامل مع الفرنسية، خاصة الاسم واللقب. المهم، أنا سأحولها للعربية لأنها لغتنا الرسمية، وسأبدأ الشرح. المهم، تجد أول حقل وهو ريب. هذا الريب هو عبارة عن رقم طويل يأتي في أسفل الشيك تاعك. أسفل الشيك ستجد رقم طويل يحتوي على 0 7 5 9، إضافة إلى رقم سي سي بي، رقم حساب سي سي بي الخاص بك. ذلك الرقم تضعه في أول خانة. ننتقل إلى الحقل الثاني، وهو حقل الاسم واللقب. الاسم واللقب تضعهم باللغة اللاتينية بالفرنسي كاش عربي. تحط الاسم اللقب باللغة اللاتينية والاسم باللغة اللاتينية. ما يقبلكش العربية، راه ما يقبلكش العربي، تحطهم باللغة اللاتينية. الحقل الثالث، بطاقة الهوية. تختار بطاقة الهوية الخاصة بك. إذا كنت تريد بطاقة التعريف الوطني، اختار بطاقة التعريف الوطني، رخصة الصياغة أو جواز السفر. الوثيقة التي اخترتها تضع رقمها، الرقم الخاص به. إذا كانت لاكار ناسيونال، دير الرقم تاعها. إذا كان ليسي باسي، جواز السفر، تحط. إذا كان رخصة الصياغة، تضع رخصة الصياغة، رقم رخصة الصياغة. تاريخ إصدار هذه الوثيقة، لا دات ديليفري، تضعها كذلك من طرف البلدية أو الدائرة المسؤولة عن إصدار هذه الوثيقة. البلدية أو الدائرة من طرف ماذا؟ صالحة من تاريخ الإصدار 10 سنوات، مثلا 1/1/2016 إلى 1/1/2026. العنوان، تضع العنوان الخاص بك. البريد الإلكتروني الخاص بك. الهاتف المحمول، الهاتف المحمول تختار الشريحة أول. إذا كان لديك نجمات 05، إذا كان موبيلي 06، وإذا كان جيزي 07، وتكمل الرقم. بقية الرقم. المنطقة، لا زون. الولاية، تختار الولاية ثم الدائرة ثم البلدية. الرمز البريد، الكود بوستال، تضع الكود بوستال الخاص بالمنطقة التي تقطن بها. السؤال السري، تختار سؤال سري. يعرضون عليك عدة أسئلة، خمسة. كيف كان أصدقائي؟ المهم تختار سؤال وتجيب عليه وتحفظ الإجابة. عندما تختار سؤال تجيب عليه في هذه الخانة الجواب. هناك ملاحظة في أسفل، يرجى حفظ جوابك جيدا. المهم أقل إلى لا ريبونس تاعك، أقل إلى السؤال اللي اخترته لا ريبونس تاعك، اكتبها في الجواب. ثم آخر حقل، وهو حقل كود الكابتشا. هذا كود الكابتشا، 3 تيكات.
هذه مشي باينه. بي 3 تي 4 تضعهم هنا. الرجاء ادخل رمز من الصورة. هذه الصورة تضع مثلا هنا هكذا، تضع مثلا 3. اول حرف مش باين لي انا، جو بونس كو بي بالفرنسي، على باليش بي بي هاك 3 تي كيما راح حط 4. خانة إجبارية الأخيرة توافق على الشروط هكذا، عندما توافق يظهر لك لي كونديسيون ديتيليزاسيون، شروط الاستعمال ولي شارت كيما حنا نقول، دفتر شروط والله كيما تحبوا تسموها. المهم كلمات سر يشرح لك بطاقة الذهبية، هذه طريقة الاستعمال، ما كل شيء عن هذه البطاقة، توافق أو تلغي. المهم تعرض المعلومات، عندما تضغط على عرض المعلومات تظهر لك ملف على شكل PDF، يصلك عندما تضغط على عرض المعلومات يصلك كود عن طريق الهاتف تاعك سير بلاس، تم في ديك اللحظة يجيك كود، يجيك في الهاتف تاعك النيميرو اللي دخلته، تدخله ثم تصادق على المعلومات، تظهر لك ملف على شكل PDF تطبعه. المهم في آخر العملية يظهر لك ملف على شكل PDF تطبعه وتحتفظ به إلى أن تأتيك البطاقة الذهبية الخاصة بك إلى المنطقة التي وضعتها في المعلومات أو المكان العنوان البريدي الخاص بك. وفي الأخير أعزائي المشاهدين، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك على قناتي، قناة حسن ديزاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.